السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. ربما لا شيء يثمر خيرا في النفس الإنسانية ومن ورائها الحياة أكثر من تعبيدها لخالقها بزرع بذور الخير والقيم فيها وتزكيتها بمحاسن الأخلاق. وقد ربط الله سبحانه وتعالى تزكية النفس بالفلاح قائلا في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وليس ذلك فحسب، بل جاءت التزكية في أكثر من موضع في القرآن الكريم سابقة على العلم، بالرغم من عظيم فضل الأخير ومنزلته وحظ الإسلام عليه. فما مفهوم التزكية وما أهميتها؟ وما منهاج الإسلام في تنميتها بالنفس البشرية؟ ثم أي ثمرات مجتمعية وحضارية تترتب على حصول الزكاة في النفس؟ التفاصيل بعد هنيها. إذن هذا الموضوع نطرحه على طاولة الحوار مع ضيفنا الكريم عبر سكايب من الدار البيضاء، الدكتور حميد العقرة، أستاذ مادة التربية الإسلامية في التعليم الثانوي التأهيلي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور حميد. نبدأ معك كمدخل إلى الحلقة، يعني حتى نعرف، والسادة المشاهدين الكرام نريد أن نعرف معنى التزكية حتى يحصل تمام المعنى عندنا. ما معنى التزكية ابتداءا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر قناة الرافضين العراقية على هذه الاستضافة لأخيهم من بلاد المغرب، والحمد لله أهل السنة ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها هم يعني كلحمة واحدة. فلي الشرف بهذا اللقاء المبارك مع قناتكم يعني المباركة، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. والموضوع الذي تم اختياره هو موضوع مهم، وهو موضوع يعني التزكية. هذه التزكية لا بد يعني قبل الخوض في غمارها وفي بيان أهميتها وماهيتها ووسائلها وغير ذلك، يعني لا بد أن ننظر إلى معناها اللغوي أولا. التزكية طبعا تدور في الجانب اللغوي يعني حول أربعة أشياء: الطهارة والنماء والزيادة والإصلاح. ومنه سميت زكاة المال، فزكاة المال معناها طهارته، طهارة هذا المال، لأن المال الذي لا يزكى هو يعني مال فيه خبث فيحتاج إلى أن يطهر، يطهر هذا المال. ثم المزكي عندما يزكي فإنه يطهر قلبه كذلك من البخل ومن الشح والتعلق بالدنيا والتعلق بهذا المال. إذن هناك نوع طهارة. ثم هذه الطهارة ينبني عليها شيء وهو الزيادة، هذه الطهارة ينبني عليها شيء آخر وهو الزيادة. ولهذا ما نقص مال من صدقة، فعندما الإنسان يزكي ماله لا يظن أن ماله سينقص بل سيزيد. هذه المعاني نجعلها على أنفسنا، فعندما يزكي الإنسان نفسه فإنه يطهرها وبالتالي ينمو ويرقى بنفسه إلى مراتب الكمال. وإذا رقى نفسه إلى مراتب الكمال فهذا هو الإصلاح الذي نطمح إليه ويطمح إليه كل مسلم. هذا من الجانب يعني اللغوي. أما التزكية في الاصطلاح فقد تنوعت يعني تعابير علماء السلوك خاصة يعني في تعريفها. ومن هذه التعاريف يعني
تعريف زكريا الأنصاري الذي يلقب بشيخ الإسلام قال هي تصفية النفوس وتنقية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطل لنيل السعادة الأبدية. إذن هي تصفية النفوس وتنقية الأخلاق. إذن نفوسنا تحتاج إلى تصفية، ولهذا يقال التصفية قبل التربية. يعني عندما بعث الأنبياء إلى أقوامهم وجدوا أقوامهم قلوبهم ملأى بالشرك والمعاصي والمخالفات وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الأنبياء جاءوا بوحي نقي نظيف. إذن هذا الوحي لا يستقيم مع هذه الأشياء. إذن لابد أن نخلي هذه القلوب من هذه الأمراض، ولهذا يقال لابد من التخلية قبل التحلية. هذه التزكية. نعم. أن تخلي قلبك من هذه الأشياء، من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي ومن الآثام، ثم بعد ذلك يحل محلها الأخلاق الفاضلة الطيبة الزكية. عندما تحل هذه الأخلاق الطيبة الزكية فإن هذه النفس تسمو وترقى ويحصل المسلم بها السعادة في الدارين. طب في هذا الدنيا وفي الآخرة. طب في هذا السياق، معذرة، في هذا السياق دكتور حميد، يعني نلاحظ أنه في القرآن الكريم ورد الحض على العلم وعلى عظيم فضله وعظيم أهميته، وأن الله سبحانه وتعالى فضل العلماء وأنهم هم أكثر الناس خشية لله عز وجل من غيرهم من شرائح المسلمين، لكن مع ذلك ترد التزكية سابقة على العلم في أكثر من موضع من في القرآن الكريم. أريد أن أفهم من جنابك دلالة هذه الأسبقية، هل هي سبق أهمية أم سبق ترتيب منطقي؟ نعم صحيح، ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في بعض المواضع فيه يعني تقديم التزكية، يعني كما في قوله تبارك وتعالى وقول إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك وكتابا والحكمة ويزكيهم، جاءنا تقديم على التزكية. لكن جاء في آية أخرى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم تعلمون. فهنا نرى الله تبارك وتعالى قدم التزكية على العلم، فالتزكية تكون قبل العلم. لماذا هنا قدمها؟ ما دلالة هذا التقديم؟ لأن هذه التزكية القصد منها هو تطهير القلب. نعم تفضل دكتور، أنا سألتك عن دلالة هذا التقديم. هذه التزكية المقصود منها تطهير قلبي حتى يكون هذا التقديم، لأن هذا القلب هو أولا هو مليء بالمخالفات، مليء بالمعاصي، مليء بالآثام، ولا يستقيم أن يجتمع العلم الذي هو الوحي الرباني، لا يستقيم أن يجتمع هذا، لأن هناك مزاحمة، ستكون مزاحمة لهذا العلم ولهذا الوحي. فلا بد أن يخلى هذا القلب حتى يكون مؤهلا لطلب العلم الشرعي. ولهذا يعني الإمام مالك رحمة الله عليه عندما جاءه الإمام الشافعي ماذا قال له؟ قال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، ولازلنا مع الإمام مالك، عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري قال لازمت الإمام مالك 18 سنة في ماذا؟ في الأدب، وسنتين في العلم، 18 سنة في التزكية. التزكية هذه تكون ماذا؟ قبل أن يدخل الإنسان إلى غمار العلم، لا بد أن يهيئ قلبه، أن يهيئ ماذا؟ هذا القلب لقبول ماذا؟
بقبول يعني هذا الوحي، ولهذا جاء تقديم التزكية على طلب العلم، لأن يعني علم بدون تزكية لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه. إنسان عنده علم ولكن يعني هو بعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى، وهذا العلم ما أثر فيه. هل يمكن القول دكتور حميد أن التزكية ربما في هذه هل يمكن القول أن التزكية في هذا الموضع وظيفتها في هذا الموضع تحديدا دكتور، أنه إذا نزل العلم على قلب غير مزكى ربما يؤدي العلم خلاف مقصوده، ربما يؤدي بصاحبه إلى الكبر، إلى الرذيلة، إلى يعني الإفساد بدلا من الإصلاح؟ هل ربما يكون ذلك؟ لا طبعا هذا لا شك فيه، هذا أمر لا شك فيه. ولهذا يعني عندما يزكي الإنسان قلبه قبل أن يدخل غمار العلم فإنه يعني تحصل له ماذا؟ تحصل له يعني مراتب العلماء وأخلاق العلماء من التواضع ومن يعني للجانب وعدم الغرور وعدم التكبر. لماذا الآن نرى يعني بعض يعني من وسموا واتصفوا بالعلم تجد عنده عجرفة وعنده تكبر وعنده يعني عدم قبول الحق وتجد عنده غرور، يعني ما هو السبب؟ السبب هو أن عنده نقص في هذه القضية، وهي قضية التزكية، أنه جعل همه كله في التعلم ولكن أهمل ماذا؟ أهمل جانب التزكية. فالتزكية هذه هي في الحقيقة هي تلين لك جانب العلم في قلبك، بمعنى يصبح عند هذا العالم تواضع ويصبح عنده خضوع ويصبح عنده أدب ويصبح عنده للجانب. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بعض النماذج التي سنأخذها في هذه الحلقة إن شاء الله. طيب دكتور، سعى الإسلام إلى بناء النفس الإنسانية بناء متكاملا متوازنا على الصعيد العقلي، على الصعيد النفسي، على الصعيد العاطفي. نريد أن نعرف منك دور التزكية تحديدا في بناء صرح النفس الإنسانية. نعم، التزكية يعني لها دور أساسي في بناء الإنسان برمته، ولهذا يعني الله تبارك وتعالى يعني خلقنا لهذا الأمر العظيم، وهو هذه التزكية. فقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه التزكية هي داخلة في جملة العبادة، فلب العبادة هو التزكية. لكن كيف نكون الشخصية المسلمة يعني في ظل هذه التزكية؟ كيف تكون هذه الشخصية؟ طبعا عندما ننظر للقرآن الكريم والسنة النبوية يعني نجدها جاءتنا بأصول لتكوين هذه الشخصية يعني المسلمة. أول شيء العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن نكون الشخصية المسلمة بدون توحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يغرس في أصحابه هذه القضية، وهي قضية التوحيد التي هي لب التزكية. فلا يمكن أن نحصل التزكية بدون تعليق القلوب بالله تبارك وتعالى. ولهذا 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في أصحابه هذه القضية، وهي غرس لا إله إلا الله، يعني أساس التزكية هو هذا، هو ذا الأمر. ثم بعد توحيد الله تبارك وتعالى تأتي مباني الإسلام الأخرى، من الصلاة التي هي كذلك من أهم ما يكون الشخصية المسلمة، الصلاة. ولكن الصلاة بد أن يكون لها تأثير على هذا الشخص، وهذا التأثير لا يمكن أن يكون إن لم يكن هذا الإنسان محققا لجانب التوحيد. ولهذا انظر معي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اهتم بالتوحيد في البداية؟ لأنه عندما يتشبع هذا القلب بالتوحيد فإن كل ما سيأتي سيقبل. أمرهم بالصلاة قالوا سمعنا وأطعنا، أمرهم بالزكاة سمعنا وأطعنا، أمرهم بالحج سمعنا وأطعنا، أمرهم بالحجاب سمعنا وأطعنا، نهاهم عن الخمر
عن الميتة، عن القمار. قالوا سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لأن التوحيد هذا هو فلك التزكية، هو توحيد الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الله، ثم المباني الأخرى، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يمكن أن نكون الشخصية المسلمة إلا في ظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا يكون التمكين. لا يمكن أن يمكن لهذه الأمة بدون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذه الأمور هي من 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 صمام يعني تكوين الشخصية يعني المسلمة. ثم تأتي بعد ذلك الأمور الأخرى وهي الأخلاق. إذن هناك أصول وهناك فروع. الأصول التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج، طيب دكتور حميد، الجهاد، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ثم هناك الأخلاق. طيب قبل في هذه الأمور دكتور حميد لو أذنت لي قبل أن تتوسع في هذه ربما نتوسع فيها بعد الفاصل في الحديث عندما نتحدث عن منهاج الإسلام في حصول التزكية أو في تزكية النفس الإنسانية. لكن تحدثت أنت عن جانب التوحيد وقلت أنه التوحيد قضية مركزية في تزكية النفس. هل تقصد التوحيد بذاته أم عموم العقيدة الإسلامية؟ لا، الذي أقصد هو العقيدة، عموم العقيدة، عقائد عموم العقيدة الإسلام. عموم العقيدة، لابد، العقيدة في الله، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الكتب، العقيدة في الرسل، العقيدة في القضاء والقدر وغيرها من الأمور. ولهذا يعني نجد أن هناك يعني بعض علماء الإسلام سموا كتب العقيدة بكتب التوحيد، ككتاب توحيد لابن خزيمة وكتاب توحيد لابن مندة. فالمقصود بالتوحيد هنا وهو يعني الأصول الكلية للعقيدة، العقيدة في الله والملائكة والرسل والقضاء والقدر وغير ذلك. نعم، طيب يعني بعد الفاصل سنبحث معك منهاج الإسلام في تزكية النفس الإنسانية ومقاصد هذه التزكية إن شاء الله. وقفة قصيرة ومن ثم عودة لمواصلة الحديث. أسعدكم الله مشاهدين الكرام، زلنا سويا في الحديث عن تزكية النفس الإنسانية ومنهاج الإسلام في هذا المضمار. طبعا أعود إلى الدار البيضاء. دكتورنا المفضال، هل ترك الإسلام هذه القضية، قضية تزكية النفس الإنسانية، لاجتهاد المسلمين عبر الزمان والمكان بحسب تطور معطيات العصر، أم هي قضية منصوص عليها، أم أن العلماء استقرأوا منهجها بحيث تواضعوا وتواطؤوا على أن هذا هو المنهاج الإسلامي في تزكية النفس؟ نعم الأستاذ الفاضل، الإسلام لم يترك هذه القضية المهمة يعني هكذا هملة إلى اجتهادات البشر، لأن لو تركت إلى اجتهادات البشر يعني سنرى أشكالا وأنواعا من التزكية لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة أحيانا. فقضية رتب عليها الإسلام دخول الجنة في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، وفي قوله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، قضية رتب الإسلام على من تمثلها وامتثلها بالجنة لا يمكن أن يتركها هملة، بل حدد لها قواعد وأركان لا بد أن يسير عليها جميع البشر. ما هي هذه القواعد والأركان؟ هذه القواعد والأركان يعني أول هذه الأركان وهو الإخلاص. لا بد يعني أن يكون هذا الشخص الذي يتمثل يعني هذه القضية المهمة المحورية أن يكون خالصا لوجه، أن يكون هذا الأمر خالصا لوجه الكريم تبارك وتعالى، لأنه كما هو معلوم أن العمل لا يقبل
إلا بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران نص عليهما الحق سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف على الاجتماع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا الآن نرى بعض الفرق المنحرفة تجدها يعني عندها تزكية، ولكن هذه التزكية هل هي وفق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا لابد أن يكون هذا الإنسان خالصا، لابد أن تكون هذه التزكية يقصد بها صاحبها إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وعمل بدون إخلاص لا يساوي شيئا ولا قيمة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله تبارك وتعالى قبل ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا بد أن نكون عندنا إخلاص. والأمر الثاني، القاعدة الثانية، أن يكون هناك اتباع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزكية. فخير من زكى نفسه هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى امتن علينا بهذا الرسول الكريم، كما قال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن لا بد من النظر إلى منهج رسول الله وحده، فقط منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس. الأمر الآخر، لا بد أن تكون هذه التزكية لا بد أن تكون يعني متجملة ومغطاة بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي وليس بالأهواء وليس بالأذواق وليس بالكشف وليس بغيرها من الأمور التي يدعيها البعض، وإنما لا بد من علم شرعي، كما قال يعني الشاعر ذاك الذي بغير علم يعبد لا يصلح العمل لكن يفسد، الذي يعبد الله تبارك وتعالى عن جهل وعن غير علم هذا طبعا لا يصلح عمله بل يفسده. طب انت لا بد من هذه التزكية من هذه الأركان. دكتور حميد، نعم. معذرة، ذهبت إلى قضية العلم وربما هي تكون قضية لاحقة، لكن يعني أريد أن أسألك عن موضوع منهاج الإسلام في التزكية. يعني كيف راعى الإسلام قضية التزكية في وجود ظاهرة الجبلة أو الطبع؟ يعني بعض الناس طبعت على قضية سرعة الغضب أو على مثلا الميل إلى الشهوات، أو بعض الناس لديها طباع سيئة، كيف راعى الإسلام هذه القضية في مسألة تزكية النفس؟ نعم، الإسلام يعني عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الناس قد تطبعوا يعني بطبائع وعادات، وهذه في الحقيقة هي عوائق للتزكية. يعني وجد عند الناس حب الدنيا، وجد عندهم كبر، وجد عندهم عادات مخالفة، وجد هناك تزيين للشياطين، وجد هناك ضعف مجاهدة، هذه الأمور يعني وجدها عندهم، يعني من الصعب التخلص منها. ولكن يعني هذه العوائق لابد أن نزيلها. كيف نزيلها؟ يعني لابد أن تزال يعني بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، بمعنى يعني هذه العوائق نحاول ماذا التخلص منها. التخلص منها يعني عن طريق يعني النظر يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام، فهذا أمر لا بد منه. ثم لا بد هذا الشخص الذي تعلق قلبه بهذه الأشياء، حب الدنيا والكبر والعادات المخالفة وتزيين الشيطان وغير ذلك، لا بد أن تكون له رفقة صالحة تعينه على هذا الأمر، لأن الإنسان ضعيف لوحده وقوي بإخوانه، فلا بد أن يختار ماذا؟ أن يختار صحبة. ولهذا يعني آخر بيت قاله يعني لبيد بن ربيع العامري أحد شعراء الإسلام
وكان شاعرا مفوها، ويقال في ترجمتي أنه يعني آخر يعني عندما أسلم ما قال إلا بيتا واحدا فقط هو الذي قاله في الإسلام، هذا البيت، وهو يعني ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، ما عاتب المرأة الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. إذا من هنا جاءت الصحبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضية الصحبة في التخلص من هذه العوائق، هذه العادات المطبعة في قلوب الناس. لا بد أن يكون، لأن الصاحب عندما يراك مثلا تفعل كذا مخالف فإنه ينهاك، فإنه يعني يرشدك، فإنه يدلك. ولهذا حرص الإسلام على اختيار الصحبة الصالحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد من اختيار هذا الأمر. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السيء في الحديث المعروف كحامل المسك ونافخ الكير. فهذه كلها تدل على أن الصحبة لها أمر مهم. الأمر الثاني، كي نتخلص من هذه العادات التي يعني ترسخت فينا، وهي صحبة الشيخ، أن يصحب الإنسان شيخا مربيا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك كما يقال، يعني كما قال ابن عاشر: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. فلا بد ماذا؟ أن يكون له شيخ يعني يلزمه، يحاول ماذا؟ أن يقومه ويوجهه. إذا كان عنده شيخ وعنده يعني أصدقاء يعني ثلة طيبة، لأن الإنسان يؤتى من قبل أصدقائه ويؤتى من قبل حاشيته، فهذه العادات القبيحة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني كانت عندهم عادات يعني في الجاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابي الجليل؟ قال إنك هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، لو تعطينا شواهد عملية من حياة النبي في تزكية الصحابة، لأنه التطبيق العملي الأمثل لقواعد القرآن في هذا المضمار. نعم، يعني الشواهد في هذا كثيرة، الشواهد في هذا كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا بدأ بأصل الأصول، وهو ماذا؟ وهو قضية العقيدة، وهو قضية ماذا؟ العقيدة. يعني بعث وجد يعني الناس يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى، ولهذا عندما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مع أصحابه، إذا رأى منهم أمرا يخالف هذا الأمر كان يتكلم وينبه ولا يسكت، ومن هنا يعني يتكلم اليوم ويتكلم غدا، فإذا تكلم اليوم وغدا وبعده فإن هذا الأمر يعني يزول، حتى وإن كان يعني الناس قد جبلوا عليه. ولهذا يعني مهما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في مرة كان يعني كانوا في غزوة فمروا بسدرة ينوط عليها المشركون أسلحتهم تسمى شجرة ذات أنواط، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نتبرك بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيعني هنا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلل. كذلك الرجل الذي جاء وقال له: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يترك الفرصة، لأنه يعني هنا يجب البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول العلماء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأمر، زيادة على أنه كان يربي هذا الأمر حتى في نفوس الصحابة الصغار. عندما كان خلفه عبد الله بن عباس ماذا قال له؟ قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فكان يغرس هذا الأمر حتى في نفوس الصحابة وهم صغار، لأنه عندما نعود الصغار هذه الأشياء نعودهم على التزكية منذ الصغر، فإنهم يعني يشبون عليها، يكبرون عليها ويتعودون عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكبار كان يبين لهم المخالفة ويعطيهم البديل، يبين لهم المخالفة ثم يعطيهم البديل عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان مع الصحابة الصغار. هذه أمور العقيدة. نأتي إلى أمور الأخلاق. أمور الأخلاق، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذه الأشياء كان لا يسكت. الصحابي الذي جاء ورمى يده في الصحفة أمسكها النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يأكل باليسرى، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
فهذه أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عليها، إنما كان يعني يتكلم عليها في الحال ولا يتركها هكذا يعني تمر هكذا. فهذا هو المنهج الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. أولا المنهج الذي هو عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم أن يكون هذا الأمر برفق وبلين، لا يكون بالشدة ولا يكون بالغلظة، وهذا هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كان الصحابي يقول قولا كبيرا، يعني جاء معاذ فسجد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سجد له، والسجود يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأنهم تعودوا على هذا الأمر. هذا رأى الفرس يسجدون لقياصرتهم، ورأى الروم يسجدون لقياصرتهم، فقال أنت أولى بالسجود. قال يا معاذ ارفع رأسك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي دخل المسجد وبال فيه، ما عنفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال يا هذا إن هذه المساجد لا يصلح منها شيء مما فعلت، إنما هي للصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى. فهكذا كان منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء في الأخلاق، سواء في العقائد، وغيرها من القضايا، حتى في قضايا البيع والشراء. في قضايا البيع والشراء عندما دخل السوق ووجد يعني الرجل الذي يعني كان عنده يعني طعام يبيعه، فعندما أدخل فيه رسول الله يده وجده مبللا، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال فهل أظهرته؟ من غش فليس منا. فهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه به، وبهذا يعني كون هذا الجيل العظيم الذي يعني نفتخر به، وبلغ يعني مشارق الأرض ومغاربها، بلغ إلى السند والهند. بماذا؟ بهذه الأخلاق التي علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنهم عاشوا عليها. طيب. عاشوا عليها. طيب دكتور، في النهاية ما وظيفة الزكاة؟ مقاصدها؟ لماذا الزكاة؟ ما الحاجة إليها؟ تزكية النفس المقصود. نعم، هذه التزكية لا شك أن لها مقاصد يعني عظمى. من هذه المقاصد وهو يعني عمارة هذه الأرض وفق هذه التزكية التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها، كما قال عز وجل هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. أن نعمر هذه الأرض، هذا هو المقصد، بمعنى عمارة هذه الأرض وفق منهج الله تبارك وتعالى، لأنه عندما نحصل هذه التزكية فإننا نكون قد أهلنا لعمارة هذه الأرض. الأمر الآخر من مقاصد هذه التزكية هو حصول ماذا؟ حصول التمكين لهذه الأمة، حصول التمكين لهذه الأمة. الأمة يعني اليوم مع الأسف تعيش يعني تقهقرا، تعيش ما علاقة التزكية بالتمكين دكتور؟ نعم، هذا ما سأتكلم عليه أخي الكريم. الأمة اليوم يعني تكالبت عليها الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الأمة الآن تعاني من انتكاسات، كيف كنا وكيف أصبحنا. الأمة اليوم تعاني يعني من عجز عن بناء نفسها، فضلا عن بناء حضارتها وبناء مجتمعها. لكن عندما يزكي الإنسان نفسه، لأنه من عجز عن بناء نفسه كيف سيبني غيره؟ لا يمكن، فلا بد أن تكون الانطلاقة من نفوسنا. ولهذا هذه التزكية لها دور مهم في التمكين. الله عز وجل يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا يمكن أن يمكن لهذه الأمة إلا في ظل هذه الأشياء التي هي من صميم التزكية. والله تبارك وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لن تقوم لهذه الأمة قائمة، ولن يمكن لها إلا في ظل التزكية، إلا في ظل شرع الله. كيف يمكن تحقيق التزكية دكتور حميد؟ مثلا قلت بأن الإنسان لابد أن يبدأ بنفسه، طيب كيف لمسلما أن يبدأ بنفسه، أن يزكي نفسه وكل شيء المجتمع من حوله يدفع باتجاه مخالف للتزكية، سواء كان إعلاما، سواء كان حكاما، سواء كان يعني
السوق، أي مكان في المجتمع، يعني كيف يمكن حصول هذا الأمر؟ نعم، لحصول تزكية المرء لنفسه، يعني كما ذكرنا، يعني أول شيء وهو سؤال الله تبارك وتعالى، احتاج إلى أن يلزم المسلم سؤال الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى ربي عز وجل في قضية التزكية، فكان يقول اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فلا بد من اللجوء إلى الله، المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، لا بد يعني أن يجعل في قرارة نفسه أن التزكية هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهذا وفق للتزكية وهذا ما وفق. ولهذا الله عز وجل قال بل الله يزكي من يشاء، فهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الإنسان في ظل هذه المجتمعات التي نعيش فيها وكثرة الفتن وكثرة المخالفات في العمل، في السوق، في الشارع، في الثانوية، في الجامعة، حيثما حللت وارتحل إلا وتجد أن الفتن أن محيطة بك من كل جانب. إذن هنا نحتاج إلى مجاهدة النفس، إلى مجاهدة. لابد الإنسان أن يجاهد نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. طبعا مجاهدة النفس أم مجاهدة المفسدين أولى في هذه المرحلة دكتور؟ الإنسان أول شيء يجاهد نفسه أولا، لأنه إن جاهد نفسه فإنه يسهل عليه مجاهدة الآخرين. أنت الآن مع عدوين، عدو داخلي وعدو خارجي. عدوك الداخلي هي نفسك التي بين جنبيك، هذه إن لم تنتصر عليها فإنه لا يمكن أن تنتصر على غيرها. فإذا كان عدوك الذي بين جنبيك قد هزمك وأضعفك، فكيف يعني ترجو أن تهزم غيرك من الأعداء الآخرين؟ لكن ولهذا يقول البوصيري رحمه الله، الشاعر البوصيري، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. خالف النفس والشيطان. لا بد الإنسان أن يجاهد نفسه، لأن ما أصابنا وكله بسبب ماذا؟ بسبب أنفسنا، وبسبب يعني ما نعاني به. وما أصابكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. طيب، السبيل إلى التمكين يبدأ من التزكية، تزكية نفوسنا أولا. هذه الفكرة وضحت وهي مهمة جدا دكتور، لكن ربما تعقيب بسيط، يعني الإنسان في حالة مجاهدة النفس منذ لحظة بلوغه أو تمييزه حتى وفاته، وبالتالي يجب أن ينتقل إلى نقطة ربما مجاهدة الفساد والمفسدين. لكن أريد أن أسألك سؤالا مهما في هذه الحلقة، وهو محور من محاورها، ما الثمار العملية سواء المجتمعية أو الحضارية لزكاة النفس أو تزكية النفس؟ نعم، لا شك أن هذه التزكية بهذه الوسائل وبهذه الأركان وبهذه الأشياء لابد أنها تثمر ثمارا طيبة. ومن هذه الثمار المهمة للتزكية وهو أن تصبح عندنا رقابة على أقوالنا وعلى أفعالنا، أن يصبح الإنسان يعني يراقب أقواله ويراقب أفعاله. فإذا أراد أن يقول قولا فإنه يضرب له 1000 حساب، هل هذا القول يرضي الله عز وجل أم يغضبه، يعني قبل أن يتفوه به. ولهذا الكلمة قبل أن تقولها أنت تحكمها، وإذا قلتها أصبحت تحكمك. إذن تصبح عندنا مراقبة لأقوالنا ولأفعالنا. إذا كانت عندنا هذه المراقبة، الأستاذ يراقب نفسه، والطبيب يراقب نفسه، والسلطان يراقب نفسه، والوزير والبرلماني والطبيب، إذا حصلت عندنا هذه المراقبة لأقوالنا وأفعالنا، فإننا سنصل إلى المرتبة الثانية التي هي من ثمار التزكية، وهي الرقي بالمجتمع، الرقي بأنفسنا والرقي بمجتمعاتنا، كما كان الأمر في الزمن الأول في عهد رسول الله وفي عهد الخلفاء وفي عهد بني أبي وفي عهد بني العباس وفي عهد الخلافة العثمانية وغيرها. كان المسلمون أسياد العالم في ذاك الوقت. لماذا؟ كانت عندهم هذه التزكية. ثم الثمرة الأخرى التي هي مهمة وهي غفران الذنوب، وهي غفران ذنوبنا. هذه من أعظم يعني الثمار التي يجنيها الإنسان يعني من هذه التزكية. ثم كذلك النجاة من النار،
هذه كذلك من أعظم الثمار، أن الإنسان بهذا التزكية ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. وطبعا إذا نجا من عذاب الله فإن لا شك أن هذا يدخله الجنة ولا شك. ولهذا الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى. قد أفلح، الفلاح هنا فلاح عام في الدنيا وفي الآخرة. الفلاح في الدنيا وهو أنه يعني تحصل له السعادة، والفلاح في الآخرة وهو دخول الجنة ولله الحمد. نعم. والله عز وجل يقول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهذا هو الذي نطمح إليه. طيب. أننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حولها ندندن، وهو دخول جنة، ودخول جنة لا يتأتى إلا بهذه التزكية. طيب دكتور، يعني بفضلك باختصار شديد وبدقيقتين، يعني هل يمكن القول ان كثيرا من المتدينين الان يرتكبون مخالفات تنم عن عدم وجود تزكية في النفس؟ هل مرد ذلك الى خلل في مناهج التدين عند المسلمين في الوقت الراهن مثلا؟ بدقيقتين من فضلك. نعم، لا شك ان ما نشاهده اليوم هو امر مفزع ومقلق، وهو ان نرى فئاما من المسلمين يعني تجد ظاهره التدين ولكن أقواله وأفعاله لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. وطبعا الخلل في ذلك كما ذكرت، وهو أن الإنسان لا تجده كما ذكرت يعني صار على الأصول التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نعم. بمعنى لا تجده يعني يلزم شيخا أو حلقة علم أو حلقة تدريس أو حلقة تزكية لعالم. الأمر الثاني نفوره من الصحبة الصالحة إلى نعم. رفقاء السوء. نعم. تجد يعني ظاهر التدين ولكنه يعني حاشية نعم. سوء. فطبعا هذا لا يمكن أن تحصل له تزكية ظاهرا وباطنا. وهذه نقاط يعني أشرت إليها في السابق، أدركنا الوقت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حميد العقرة، أستاذ مادة التربية الإسلامية في التعليم الثانوي التأهيلي. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.